احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله. بعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وباقترابنا من كتاب ربنا وسنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فان البيوت لا تصير امنه الا اذا عادت الى منهج الله حقيقه وقولا، لا قولا بدون عمل. فلا فائده من القول بدون عمل، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سيدنا موسى ذهب مع تلميذه يوشع، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، الى ان القصه في سوره الكهف يقول ربنا: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب اللي هو التعب. هذا التعب حدث لما تجاوز. لو أنه وجد الخضر الذي يبحث عنه كي يتعلم من علمه اللدني الذي علمه رب العباد عز وجل ما تعب الكريم وتلميذه. لكن قال ربنا: فلما جاوزا، لما تعدى الحدود، خرج عن إطار المكان المحدد، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. النصب جاء بعد المجاوزة. نسقط هذا على واقعنا المر المؤلم ونسأل: لماذا لم تصبح البيوت آمنة؟ ليه الخلل حصل فيها؟ ليه النفوس أصبحت بهذا المنطق؟ لأن كلها مجاوزات بعيدة عن كتاب الله عز وجل. فلما جاوزا قد لقينا نصبا. يبقى النصب والتعب جاء من الايه؟ من المجاوزة. رب العباد عز وجل يسر علينا المسألة، وضع لنا منهج، وهو العليم الخبير. ألا يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى هو يعلم من خلق، يعلم ما توسوس به نفوسنا، وما يجيش في صدورنا، وما الذي يصحنا، وما الذي يفسدنا. فسهل الموضوع علينا. فالدين يسر. من الذي صعبه؟ نحن. ليه؟ لان سبحان الله العظيم، الكارثة الكبرى ان الانسان الله كرمه وجعله افضل مخلوقاته، وجعله اخر المخلوقات خلقا، كأن الله عز وجل جهز المسكن قبل وصول الساكن. ثم لما جاء ادم كان اخر انسان، اخر مخلوق في هذا الكون، لان الصانع دائما يجعل اجمل شيء في صنعته اخرها. فكان ادم اخر ما خلق الله عز وجل، فكان هو مكرم على من سبقه من المخلوقات. ما الذي حدث؟ يعني ما الذي احدثناه نحن في ابن ادم؟ احنا سلعنا ابن ادم، تسليع ابن ادم، يعني صيرنا ابن ادم سلعه. يعني معك كم تساوي كم، ليس معك، انت لا تساوي شيء. هذه الكارثه، ان يسلع الانسان. ولذلك القصه اللطيفه اللي يقصها الرافعي رحمة الله عليه، مصطفى صادق الرافعي، في كتاب المساكين، يقول ان حكاية لطيفة لازم ان تقص على ابنائنا وبناتنا. عندهم في قريته الصغيرة كان يعيش رجل، هذا الكلام في القرن، في اوائل القرن العشرين، ان كان يعيش رجل يسمى الشيخ علي، يعني ليس شيخ علم ولا غيره، لكن يعني دائما في القرى وفي البادية يسمون الرجل يعني اللي كده فيه طيبة خلق، او يعني كثير التردد على المساجد او العزوف عن الدنيا شيخ. المهم، فالشيخ علي هذا رجل يقول عنه الرافعي: بيته عتبة اي دار، يفترش الارض ويلتحف السماء، مائدته اي شيء يقدم له في بيت. ببيت يعني الناس تفتح الباب تجد قاعد على عتبة اي دار، يعطوه الاكل، هذه سفرته ومائدته. يمر بالشيخ علي اناس كثيرون ويسمع، هو رجل زي ما يكون ايه، مراقب، وهو فيلسوف رغم صمته وهدوءه. يقول الشيخ علي: هذا يقول: يا رب اعطيتني الصحة فاين المال؟ واخر يقول: يا رب اعطيتني المال فاين الصحة؟ وثالث يقول: يا رب اعطيتني المال والصحة فاين السعادة؟ والشيخ علي يقول، ماذا يقول الشيخ علي؟ يا رب كل هؤلاء صور، فاين الاصل؟ فين عبد الله اللي هو متصل موصول بالله عز وجل، الذي يسمي الاسماء
بمسمياتها. يعني مثال بسيط جدا، لما واحد والعياذ بالله عزكم الله يسرق مال من مال العمل، تجد القانونيين يفسروا ده سرقة من مال اميري وسرقة من مال عام او مش عارف اكتساب كذا او فساد مالي او فساد اداري او 20 مسمى، لكن في الاخر في الاول والاخر ماذا سمى الشرع هذا الامر؟ سرقة. سرقة الرشاوى نسميها بغير اسمائها، هدية، هبة، منحة، مش عارف كذا كذا، يعني اي مسمى من المسميات الكثيره التي تقال بالعاميه وبغير العاميه، هذه كلها لكن تحت عنوان ايه؟ رشوه. الامر يعني الله يسر لنا المساله، يعني الطوابير والصفوف التي تقف على ابواب المحاكم للحصول على وثيقه طلاق سواء للمراه او للرجل، والمحامي هذا ياتي بمستندات وياتي بمستندات. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المراه التي كرهت زوجها او يعني لم تقبله كزوج؟ فقالت يا رسول الله انا لا اعيب عليه في خلق ولا دين، رجل محترم، خلقه طيب، دينه تمام، ولكن يعني هي يعني لا تريد، لان تبغض منظره وتحتقر شكله وتقلل من مستواه، فلا اريد الكفر او لا احب الكفر في دين ده، اعتبرت ان كراهية الزوج نوع من الكفران. فقال الرجل لقد نحلتها حديقة يا رسول الله، انا معطيها جنينة بستان. قال ردي عليه حديقته. ردت حديقته واختلعت من الرجل في خلال 5 دقائق، مش 5 سنوات. 5 سنوات نعمل فيها ايه؟ نغتاب ب20 مليون سيئة، وننم كل واحد في طرف الثاني ب20 مليون سيئة، ونبغض الناس الى الناس، ونكره الناس الى الناس، ونشيع اشاعات كاذبة، ويبدأ المحامون يستخدمون اساليب لا يعلمها الا الله، ونبدأ ناس نحصل على والعياذ بالله ربما احيانا شهادات زور سواء مكتوبة او مسموعة او مقالة. سبحان الله، كل هذا تحت عنوان ايه؟ اننا بعدنا عن دينا. انت عايز ايه يا ستي؟ عايز تطلق. طيب يجوا 2 من المحترمين، حكما من اهلي وحكما من اهلها، يجلسوا مع بعض، فيش فايدة يعني للعودة. وجدوا ان الامور دخلنا الى شوارع مسدودة والى طريق مسدود، خلاص يطلق بسهولة. وكل ايه يعني قال ربنا، شوف تيسير الله، لانه الخالق، امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. مفيش حد فينا ما يعرفش المعروف؟ معقول الهرة تعرف المعروف؟ عزكم الله الكلب يعرف المعروف. ليه؟ لانه اذا وضعنا له طعاما سبحان الله يعني هز ذيله، يعني يعرف المعروف سبحان الله. حتى يقال شاعرنا من باب السخريه، حتى الكلاب اذا رات غنيا حركت اذنابها، وان رات فقيرا كشرت انيابها. ليه؟ لانها خايفه من الفقير ياكل معاها، ياخذ منها العظم اللي امامها. سبحان الله، لا يجد طعاما ولا شراب، فان رات الغني من كثره المعروف معها هرت اليه، يعني حركت اذنابها رضا بما يصنع. اذا الحيوان الاعجم يعرف المعروف، فامساك بمعروف، معروفه، ما فيهاش يعني ايه يعني لا فيها فلسفه ولا لف ولا دوران، لكن نحن نلف وندور، وكل واحد عايز يقنع نفسه بانه هو الذي ايه على الحق المطلق، والاخر على الباطل المطلق. انت معي، انت قديس، انت ضدي، فانت ابليس. هذه قاعده عربيه عجيبه لا بد من تغييرها. اذا الله كي تأمن بيوتنا لابد من العودة الى الكتاب والسنة في مسميات الكتاب والسنة، يعني الامور تكون ايه؟ تكون واضحة، ما فيش ايه يعني لف. قال ربنا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طب انت بتمسكها ضرار ليه؟ الله، انت قد تزوجت وصار لك اولاد وصار لك بيت. يا اخي سبحان الله، اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ أما سمعت أن النساء 9 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزبان، الحزب الكبار وحزب الصغار، الكبار بقيادة أم سلمة والصغار بقيادة عائشة، كلا الحزبين تمرد الحزبان مرة على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بموضوع زيادة النفقة، واعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 29 يوما حتى نزل الوحي في قضية التخيير، يعني ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحكن صراحا جميلة. وها ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد المحسنات منكن اجرا عظيما. فخيرهن فاخترنا الله ورسوله والدار الاخرة وانتهى الموضوع في بساطة. يعني اذا
بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل في هذا الايه، حصل في هذا التصادم. لكن كيف عالجه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأنا في السيرة ان الرسول عير مرة احداهن انها تمردت؟ احنا نظل نحجز كما قلت دائما، لنا في عقلنا وفي ذاكرتنا كل تبع الاخر صندوقان او كيسان كبيران، كيس مسدود وكيس مخروم مثقوب. الكيس المسدود نضع فيه سيئات الطرف الاخر عشان تكثر، والكيس المثقوب نضع فيه حسنات الطرف الاخر فيتسرب اولا باول. فبعد ما نجلس بعد 15 و20 سنة من الزواج تقول له والله ما رأيت منك خيرا قط، ويقول لها والله ما شفنا منك يوم هنا، انت من ساعة ما دخلت علي ودخل علي الحنجر والمنجر والخراب المستعجل والعياذ بالله والفقر وطردت من عملي، ولا يذكر لها خيرا. ويقول له والله اذا انت خدتني شابة صغيرة وبعدين شابة شعري وحدودة بظهري وجاني الضغط والسكري والاملاح المعدنية وغير المعدنية، ونسأل الله السلامة. سبحان الله، ليه؟ لان الدين ليس رائدنا، رائدنا يبقى في المدخل دين وفي المخرج دين، امساكوا بمعروف او تسريحهم باحسان. شو لما القران عبر عن الطلاق وعن الخلع وعن تسريح. سبحان الله، ده حتى البنت الصغيره بيبقى شعرها يعني كالطير في الهواء. سبحان الله، يقول ايه سرحيه، يعني سرحيه ايه؟ سبحان الله. بعدين سرحه باحسان، تسريح باحسان. سبحان الله. فاذا تسريح الرجل لزوجته اما ان تمسك بمعروف او ان تسال. دي مش عايزه لفلسفه ولا شرح، ده احنا عندنا شيوخ في الفضائيات. لو ان الامه سمعت 1/100 مما يقال في الفضائيات في المحاضرات الدينيه وفي اللقاءات الدينيه، ده مش كان المسلمين اهتدوا للاسلام؟ كان 7 مليار دخلوا في دين. لكن لا احد اسمع، انا اسمع على هواي، واذا سمعت طبقت ما يتوافق معي، ولما الكلام لا يتوافق معي نسمي الحرام بغير اسمائه. ده له بريء، دي جلسة انس، ده مش عارف. يا عمي الله يرضى عنك، ضع الكتاب والسنة في 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 يعني في 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 في, في المضمار السليم. كيف يعني؟ انا ادعى الى بناء امر ما، ارجع الكتاب والسنة، ماذا يقول الكتاب والسنة؟ ما هذا الكتالوج، ده الدستور، ده المنهج، ماذا يقول؟ قال سبحان الله العظيم، يقول كذا وكذا، انتهى الموضوع. لكن لما صارت كما قلت تسليع الانسان، سلع البني ادم، صار سلعه. كيف صار سلعه؟ انت لما تصير الانسان سلعه، ماذا يسمي في علم عند اخواننا بتوع الفسيولوجي والبيولوجي وعلماء التشريح وعلماء الاحياء، يقول لك ان الانسان في كم من الدهون كماده يستطيع ان تصنع قطعه صابون كبيره، وفي كم من الحديد يستطيع ان يصنع منه مسمار طوله 6 سنتيمتر، وفي كمية من الكالسيوم او الجير سبحان الله تستطيع ان نبيض ندهن بها سبحان الله عشة دجاج عظيم، ويعني في سبحان الله شوية ماء يساوي مش عارف كم جالون مية سبحان يساوي كذا. لو تجمع كل ما في الانسان من عناصر من مغنيسيوم وكالسيوم وحديد وفوسفور، يعمل مش عارف يشارك في عمل رأس 60 عود ثقاب سبحان. اذا جمعت ده كله عارف يطلع بكام تقريبا؟ يطلع ب$2، يعني كده شيء بسيط يعني على اساس انها يعني عملة عالمية. $2 قيمته كمادة، لكن قيمته كانسان الله اكبر. الله قد كرمه، اني جاعل في الارض خليفة، اسجد لنا الملائكة وطرد لنا الابليس كلما استعدنا بالله منه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فيعني فنحن واحترام انسانيتنا مع الاخرين، ولنا في الموضوع بقية ان شاء الله مهمة، كونوا معي ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم، مرحبا من احبتي في الله مرة اخرى. لما نراقب كده تاريخ الصحابة في عدم مجاوزتهم للامور، تجد ان الرسول سئل صلى الله عليه وسلم من الصحابة 12 سؤال 12 مسألة بس، واحنا سبحان الله نسأل في الموضوع 100,000 سؤال ولا نطبق. طب ليه الصحابة قللوا الاسئلة؟ لانهم كانوا بيعملوا، يعني بيعمل بالآية التي نزلت، ما فيهاش لا فلسفة ولا لف ولا دوران، بس المسألة ابسط مما يتخيل الانسان، بسيطة سهلة.
ليه؟ لان طالما دخل الشرع الموضوع سهل. فيما سئل النبي صلى الله عليه وسلم 12 مسألة مفيش غيرها. واذا السؤال الوحيد بس اللي هو ايه يعني اللي هو لم يقل فيه قل موضوع الدعاء، واذا سألك عبادي عني فاني قريب، هذه ما قال فيها قل. ليه؟ لا وسطة بين العبد وبين رب. لكن لما سألوا يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحاج. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا احل لكم احل لهم قل احل لكم الطيبات الى اخر الايات التي تحفظونها. يسألونك يعني عن الانفال قل الانفال لله والرسول الى اخر. يسألونك عن القرنين ويسألونك عن اليتامى. يسألونك عن المحيط قل هو اذى. كل هذه الاسئلة ويستنبئونك احق هو قل ايه وربي انه لحق. الا في السؤال بتاع واذا سألك عبادي عني فاني قريب. هم دول 12 سؤالا او 12 مسألة هي كل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. مع انه ده ايه؟ ده منبع الشريعة، يعني هو خزانة الشريعة صلى الله عليه وسلم، هو المتحدث الرسمي باسم الشريعة وباسم الشرع سبحان الله. لا متحدث رسمي غيره صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك الصحابة ما سألوا إلا هذه المسائل. ليه؟ لانه كانوا مشغولين بالعمل. لما قالوا اقيموا الصلاة اقاموا الصلاة خلاص، هذان حلال على نساء امتي حرام على رجاله، مسك الذهب والحرير فقط، ده حلال على النساء حرام على الرجال. اللي في يده خاتم ذهب خلعه. الحجاب امنا عائشه تقول فقسمت كل انصاريه من نساء الانصار خمارها نصفين واعطت اختها. سبحان الله، خرجنا كالغرابيب السود، سمعنا واطعنا. المساله كده. لكن ده هو يعني فرض يا سيدنا الشيخ؟ اه فرض. في اي صوره؟ والله في سورة الأحزاب وسورة النور. أنت متأكد؟ إن شاء الله متأكد. يعني ربنا قال كده يا فلانة يا بنت فلان تحجبي؟ قال لا، هو ربنا قال لكل نساء المؤمنين. هل نساء أزواجك وبناتك من نساء المؤمنين البس الحجاب؟ مش عايزة تكوني من نساء المؤمنين، أنت حرة. في دول معينة في دولنا العربية الإسلامية أو في العالم كله في حاجة اسمها قطاع عام وقطاع خاص. قطاع خاص يعني يعمل شركة خاصة بنفسه هو وأولاده هو وشركاء، بس في قطاع عام يعمل فيه القطاع الحكومي قطاع عام وحاجات زي كده. أهو المحجبة دي قطاع خاص لا ينظر إليها إلا محارمها. لكن الثانية أي حد يبص قطاع عام. يلا سبحان الله، يعني سداح مداح كده ما تعرفش المسألة. ليه؟ لأن بعدنا عن المنهج. يقول طب يا شيخ ما هو ممكن تكلمون عن الحشمة، ما الحشمة دي قياسية، اللي هتلبس لغاية اللي تحت الركبة حشمة عن اللبسة لغاية الركبة، واللي لابسة لغاية الركبة حشمة عن اللبسة يعني، ولا واللي لابسة يعني أحسن من القياسية خلاص، وندخل في الألوان وفي طب ليه؟ ما هو يعني إيه حجاب؟ يعني ساتر، إما الجسم كله أو بمسألة بسيطة وسهلة. طب يعني المواصفات يا سيدنا الشيخ؟ يا عم الله يرضى عنك، لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه ولا يشبه زي الرجل ولا يزي الكافرات. خلصت المسألة، المسألة بسيطة وسهلة. إذا بلغت المرأة وجب عليها أن تستر، هذا بسهولة وبساطة، هذا هو ديننا ببساطة. ليه؟ اقتراب الصحابة من الدين خلهم ما يبتلوش إيه؟ يسألوا ولا يعيدوا ولا يزيدوا. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز لما تولى فاطمة زوجته بنت عبد الملك بن مروان، يعني أبوها أمين خليفة وأخوها خليفة وعمها خليفة وزوجها خليفة سبحان الله، فكلهم خلفاء أمراء المؤمنين سبحان الله. فبنت عز فلما تزوجها وهو كان يلبس الفارهة من الثياب الفخم من سبحان الله الثياب الفاخرة ويركب الدواب اللي هي الغالية الثمن ويسكن البيوت، فلما أصبح أمير المؤمنين في دمشق قعد على الحصير وقال لزوجته هذه المجوهرات والذهب ربما اعطاها ابوك واخواتك لك، ليس احتمال من مال المسلمين، وانا مش عايز زوجتي يبقى عندها حرام، رديه لبيت المال او الحقي باهلك، انت حره، انا اعيش كده على الحصير عشان استشعر فقر الفقير لان اصبح مسؤول. فما الذي حدث؟ قالت بل يعني اطيع ما تقول. رجعت المجوهرات ووضعها في صندوق ورجعوها لبيت المال. لما سم وضع السم لعمر رضي الله عنه لما ما عجبهمش الاستقامه بتاعته وضعوا له السم مات.
شهيدا رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين. فلما مات عمر جم من بعده قالوا يا فاطمة أنعيد إليك الذهب والحلي اللي احنا يعني صدرت عن طريق عمر بن عبد العزيز لبيت المال؟ قالت والله ما كنت أطيعه حيا وأعصيه وأعصوه ميتا. الله أكبر. ده الناس اللي هي ايه يعني ربت على القرب من الكتاب والسنة، الاقتراب من الكتاب والسنة ده يريح، خلينا كلنا في هدوء، نعيش في هدوء، بيوتنا تبقى آمنة، شوارعنا آمنة، خلاص. لحد واحد يقام في الأرض خير لأمتي من أن يمطروا 70 خريفا. يا الله 70 سنة مطر، شوف الخير دي منه حد واحد بس يقام، سبحان الله. لكن نلف وندور، المسألة بسيطة وسهل، هي الاقتراب كلما استطعنا. أول ما كان الدين في البداية يعني اتقوا الله ما استطعتم، على قدر ما تستطيع. لما أصبح الدين عند الصحابة قوي قالوا اتقوا الله حق تقاته، حق الأمر بهذا المنطق، الأمر بهذا المنطق، حتى يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وربما الحلقة الماضية كنا نتكلمك عن بعض من علامات الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على أمتي لا تجد ثلاثا، في 3 أشياء لا تجد: درهم حلال، يا الله، وأخ صالح، ورجل يدلك على طريق الله عز وجل، يا الله. الرجل الصالح ده امسك في ديك أسنانك فيه، تمسك إن ظفرت بذيل حر فهي قليله. ليه؟ هو ده اللي ياخد بإيدي إلى طريق الخير، اللي ياخد بإيدي طريق الشر بلاش منه. فإذا المسائل واضحة، بس المهم أقترب من الكتاب والسنة. ولا يعني يضحك علي شياطين الإنس والجن يقولوا البنت المسكة حجبتي مش هتلاقي زوج، هو الزوجة هيزوج واحدة متغطية؟ ده ازاي؟ ده هو الولد اللي بعيد عن الله أعزكم الله، الولد المنحرف لما يجي يتزوج يعمل ايه؟ يروح للشيخ عمر، ويا شيخ عمر ما عندكش حد في المسجد كده من العائلات الطيبة؟ قل يا ابني انت كيف تتزوج واحدة من الطيبة؟ ده انت اصلا، يقول لا انا في الحياة اياها دي مع لكن عند الزواج انا عايز واحدة تحفظ لي ديني وعرضي وكرامتي، لازم اخده من البيوتات المحترمة. يا الله، حتى البعيد. ليه؟ من اتقى الله احبه الناس ولو كرهوا. اللي يتقي الله الناس حتى اللي يكرهوا يحبوه غصبا عنهم. ليه؟ لانه موصول بالله، لان هو يتاجر مع الله عز وجل. يعني هذه المحبة التي قذفت في قلب على وجه موسى عليه السلام، قال وألقيت عليك محبة مني. لكن هل من المعقول ونحن بهذا المنطق وننتظر رحمة من السماء او ان يرحمنا هؤلاء وهؤلاء ما يسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا؟ هي كده، لما نسيب حبل الله المتين يحدث لنا هذا الكلام، والبيوت يحصل فيها الخلل. لكن تروح زوجة تفتري على زوجها في المحكمة او امام القاضي، او زوج يدعي زورا وبهتانا كلام غير طيب وتخرج الاسرار، هل هذا يصير مع بيوت المسلمين الامنة؟ هل اصل رحمي الثري الغني والرحم الفقير انا ماليش دعوة بيه؟ معقول هذا؟ دي يعني اقيم الناس باموالهم؟ لا لا لا، سبحان الله. اخ يرفع على اخيه قضية في المحكمة عشان قطعة ارض، يا اخي خليه ياخدها، خلي ربنا يعوض لك انت ارض في جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سبحان الله. اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب العباد الى الله انفعهم لعباده؟ النفع. ما تخليش، لا تجعل اخاك يبيت حزينا، يبيت كاسف البال. اما لما الناس تتقطع اواصر الاخوة، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. هذا الإنسان سبحان الله، يعني أخاك إما لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو كطائر بغير جناحي. المرء كثير بإخوانه، تشعر بالود والمحبة، ولا تعتدي على حرمتنا، ان الله لا يحب المعتدين لا بالقول ولا بالفعل ولا بالايذاء. وهذا كلام نكرره ويكرره اخواننا الدعاء وزملائنا وفي المساجد ويوم الجمعه وعلى الفضائيات، ورغم ذلك الناس تسمع. والله هذا حجه على كل من يسمع، وليس معنى هذا ان اقول خلاص يا عم من الاسبوع القادم انا مش هسمع. لا، كفاك يعني 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 كفاك يعني يعني بعدا عن الله ان تضيع العلم، وان تضيع أن من يذكرك بالله سبحانه وتعالى.
يبقى سيدنا ابو موسى الاشعري يقول والله ما احببت دنياكم الا لثلاثه، ما هي؟ قال ايه اقراها من كتاب الله، او حديث اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر، ويختاروا الكلام الحلو الجميل، مش نعيش على اعراض الناس، ننهش في لحوم الناس وفي لحوم العلماء وفي لحوم الكبار وفي تمزيق اوصل المحبه بين المجتمع بعضه مع بعض، ابدا، هذا ليس من دين الله بشيء، سبحان الله. عندئذ يهجم علينا عدونا كما نرى ويذيق ويسومنا سوء العذاب، وبعدين نعمل مش عارف وقفات ومش عارف، لا لا لا، ليس هذا الانسان المسلم يقترب من دين الله عز وجل. كلما اقتربنا من دين الله استرحنا، كلما ابتعدنا نفس الدين مدفأة للذي يشعر بالبرد، وشمس لمن لا يشعر بالضوء، وعافية لمن يشعر بالمرض. هو الدين كده، عافية المريض، وشمس التي تشرق في قلب العبد فيجد نور الله عز وجل يغمر قلبه، فلما يغمر النور قلبك ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. أما القلب المنكوس والعياذ بالله البعيد عن دين الله لا يرى الحق إلا باطلا ولا يرى الباطل إلا حقا. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يخيل يشوف الأمور منكوسة كأنه كان واقف على رأسه، وبعدين إيه يعني عنده لدد في الخصومة، لما يخاصم والعياذ بالله يمزق أواصر المحبة كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني خلي مساحة، خلي مساحة. لما تحب ما مش 100% إلا الحب في الله، ده ملوش حدود. ولما تبغض خلي مسافة بسيطة، ربما يعود هذا الإنسان لك. وبعدين في نقطة تانية موجودة للأسف في الأخوات، تصادق أخت في الله، تولد بتحضر مقراها تبتدي تبث لها أسرارها وأسرار زوجها وأسرار أهل زوجها وأهلها وبناتها وأبنائها، ينقلب الحال في لحظة معينة في لحظة توتر نسائي عجيب، والعياذ بالله تخرج أسرارها ولكأنها إيه يعني سبحان الله وكالة رويتر تفتح على البحر سبحان الله ولا على الفضاء، لا إله إلا أنت سبحان. احذر صديقك مرة، احذر عدوك مرة، واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. ليه؟ لأنه عارف مداخلك ومخارجك. فإن كان سبحان الله يعني لئيم والعياذ بالله يعني عنده نذالة وعنده سبحان الله سوء أدب وعنده بعد عن الكتاب والسنة، الله مش القرآن قال ولا لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ طب بالله عليك أنا عايز راجع نفسك مراجعة واحدة، ليك يا ابني وليك يا بنتي على كل اللي قاعدين قدام الشاشة الآن، من من عائلتكم أو ممن تعرفون لم تغتبه على مدى عام كامل؟ مش هتجد، كله سبحان الله تغتب العائلة وعائلة العائلة والمجتمع والقبيلة، والآن الناس بتغتب دول، يعني يغتب دولة على بعضها. ليه؟ لأن واحد من هذه الدولة أساء إليه، يقول لك يا الله ده الدولة دي كده، يعني صير الدولة اللي بالألاف والملايين صيرها في هذا الشخص، فإذا أساء إليه انقلب سبحان الله لا يعرف حقا ولا يعني ولا ينكر باطلا. ليه؟ لا تدري. والغيبة حرام، والمغتاب قال علماؤنا إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار. طب ماذا نقول لهذا؟ فيها علم ولا علماء؟ اشغل لسانك، هل تحب أن يغتابك الناس وأن يستقلوا من قدرك وأن يقللوا من مستواك وأن يشهروا ويقولوا ويخوضوا في عرضك؟ هل تحب؟ لا أحد يحب هذا. طب إذا كنت أنت لا تحبه لنفسك، لماذا أنت لا تحبه للناس؟ الله، هو أنت يعني مخلوق من قطعة من الماس والذهب، والناس مخلوقين من قطران وقار هل هذا معقول؟ عايزين نراجع حساباتنا مرة أخرى ونضع النقاط فوق الحروف ونعود إلى منهج الكتاب في صغير الأمر وكبير، ولا أنتظر أن يأخذني أحد، ولكن أنا الذي آخذ نفسي، لازم أنا على نفسي. يقول لنفس إيه بما كسبت رهينة، وبعدين إيه الإنسان على نفسه إيه بصيرة، لازم ينظر. فالحقيقة موضوع الاقتراب من الكتاب والسنة هو الذي يريحنا، والابتعاد عن الكتاب والسنة هذا هو الذي نراه. أسأل الله أن يربطنا بقانون الكتاب والسنة، ولنا في الحديث بقية إن شاء الله.
كونوا معي بعد الفاصل. أهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن وجوب عدم مجاوزة حدود الله سبحانه وتعالى، لأن الله حد لنا حدودا فلا يجب أن نتخطى هذه المعالم ولا تلك الحدود. ولكن يعني في هذه الأيام يعني تعتصر قلوبنا حسرة كبيرة على ما يحدث لأبنائنا في غزة ويحدث لأبنائنا في سوريا. والله ما يحدث لأبنائنا في غزة هذا على يد العدو، نسأل الله أن يرد عنهم اليد الآثمة، وأن يقويهم وأن يوفقهم للخير، وأن ينصرهم وأن يرقق قلوب العرب والمسلمين عليهم حكاما ومحكومين. وأما الذي أيضا يعني يجرح ويدني قلوبنا يعني هذا الطاغية الذي يذبح شعبه في الشام صغيرا وكبيرا، ويعني يسوي ببيوتهم الأرض، أدعو الله عز وجل لهم بالنصر، وأن يؤمن بيوتهم بحق من يقول للشيء يكون فيكون، وما ذلك على الله بعزيز. فأنا أقول أحبتي في الله، الآمنون في أوطانهم أو البيوت الآمنة تحمد الله على هذه النعمة، وتنظر إلى هذه البيوت غير الآمنة فتدعو الله لها بالأمن. هنا يشعر المسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن لنبدأ بأنفسنا. أنا لا أنتظر من الآخر أن يبدأ هو الخلق الحسن والعودة للكتاب والسنة، أنا من الواجب أبدأ أنا وأطبق وأقول هذا العمل. إذا وضعت الكتاب والسنة في كفة الميزان، هل هذا العمل فعلا وفق الكتاب والمنهج؟ يعني إذا بعت أو اشتريت أقول لو أن الرسول في هذه العملية، عملية البيع والشراء هذه، هل يعني يرضى بها؟ هل يقبلها؟ هل يقبل قولي هذا في طريقة هذا البيع أو هذا الشراء بهذا المنطق؟ يعني في صغير الأمر وكبيره، بيع شراء معاملة، سبحان الله، كل شيء اجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانك في كل شيء، في تعاملك مع زوجاتك، مع أولادك، مع جيرانك، في العمل، مع رب العمل، مع الموظفين اللي تحت يدك، سبحان الله، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، كل يضع الرسول قدوة، لأننا نحبه، وطالما أننا نحبه صلى الله عليه وسلم لا يجب أن نسيء إليه. ونحن كما قلت دائما نغضب من الذين يسيئون من غير المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول كثير منا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إساءة غير المسلم. والله غير المسلم لما يسيء للرسول ولا يعرفه، لكن نحن إذا ظلم أحد أحدا منا هل يرضي هذا رسول الله؟ إذا باتت المرأة 10 و20 و30 سنة باكية من زوج قاسي، أو العكس، زوج سبحان الله يعني يسام سوء العذاب ونكران الجميل من زوجة والعياذ بالله تشيبه قبل النشيب وتأتي له بالأمراض كلها، هل هذا لا يسيء إلى رسول الله؟ والله يسيء إلى رسول الله. جار لما يظلم جاره وسبحان الله العظيم ويخرج أسراره وأنشر مع عيوبه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسيء إليه عندما يأتي إعلامي ويوبخ بعض الناس او بعض الـ سبحان الله يعني يقض مضجع الامنين ويثير الشبهات ولا يبحث عن امان الافراد والدول؟ معقول هذا الكلام؟ اليس في هذا اساءة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني فاذا بعدنا وقربنا من الكتاب والسنة هو الذي يحدد اين نحن من الاسلام. يعني الاسلام الايمان 64 شعبة، اجمعوهم وشوف انت من اي يعني شعب الايمان انت فين فيها. قلت لكم من قبل ايات العبادات في القرآن الى ايات المعاملات والدين كله جزء الى 62 جزء. احنا ليه مسكنا في الجزء اللي هو الصلاة والصيام واللحية والنقابة والى اخره، وتركنا 61 جزء هو قيام الحياة؟ نحن لا نقوم بالعبادات على اكمل وجه، هذه فرائض معروفة، ولكن يجب ان نكمل بقية الفرائض بهذا المنطق. فانا اقول لابد من مراجعة نفسي. طيب، يبدو الاسئلة بدأت تهل علينا ان شاء الله. بسم الله. ايوه، السؤال الاول. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه، اخت فاتن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنت، تفضل. دكتور، أنا موظفة في الدولة. طيب. الدولة هذه مقرة للموظفة هذه إنها تستحق بدل عدوى. طيب. لكن للأسف الشديد قطاعي ما هو براضي يعطيني إياه، بأنهم متعذرين، بأنه أني غير مكتفية الشروط، وأنه بالرغم في نفس الشيء ناس بتاخذها، وفي أشياء ما يعتبر حقوق بياخذونها غير بشيء. طيب. بدلات أخرى. طيب. وأنا مستحق هالشيء، وهذا الشيء منزل يعني بشيء رسمي، بخطاب رسمي. طيب.
فهذا يعتبر انه الله مو كاتب لي الحق هذا اني انا اخذه وراح اخذه يوم الحساب، او يعتبر هذا اكل من ضمن حقوق الناس؟ طيب اجاوبك. اذا كان يعتبر من عند رب العالمين مو مقسوم لي الرزق ذي، فانا راضيه، فما حسعى مره ثانيه والثالثه ولا حتعب نفسي. بارك الله فيك. حاضر، يعطيك الف عافيه. وصل السؤال يا بنتي، اكرمك الله. هاني من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يبارك يا ابني ويكرمك يا رب. تفضل يا هاني. دكتور عمر، خليني الاول اقدم لك نفسي، انا ابني من ابنائك بمسجد اسد من الفرات. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك حبيبي. اهلا بيك. وما كانتش بتفوتني درس الثلاثاء في مسجد اسد من الفرات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حلقات الدرس. اهلا يا هاني. تفضل يا هاني. دكتور، انا عايش هنا في الدوله بقالي 10 سنين. طيب. وربنا فتح عليا بعد ما كنت انسان عادي جدا. طيب. لما جيت الدوله ربنا فتح عليا. ربنا يبني رزقك من واسع ان شاء الله. انا عندي مشكله بتنغص عليا عيشي. نعم. انا وهي. انا واهلي، انا متزوج وعندي ولد وبنت. ربنا يبارك فيهم يا رب. امين يا رب العالمين. انا اهلي ظلموني. والدي ووالدتي او بالاخص والدي واخواتي ظلموني. وانا لما ربنا اكرمني انا ما دخلتش عليهم باي حاجه. طيب. وكنت ببقي اهلي اللي هي والدتي ووالدي واخواتي على بيتي. طيب. لحد ما حصلت لازمه هنا من حدود سنه ونص لسه بعاني منها دلوقتي. اتخلوا عني تماما، حتى حقي اللي بطلبه منهم اللي هو بس يعني حاجه حاجتي اللي بطلب منهم ان هم يساعدوني بيها ولما ربنا يكرمني تاني ان شاء الله اردها لهم. طيب. اتخلوا عني ومقاطعيني بقالهم شهرين. طيب. والسؤال يا هاني، السؤال، هل اللي انا عامله ده صح؟ يعني طيب. انا دلوقتي خلاص هم في جنب وانا في جنب. طيب خلاص. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا عايز تليفون حضرتك يا دكتور بعد اذنك. طيب، على الموقع لو دخلت هنا تلاقي كل تليفونات والمكتب وكله ان شاء الله. شكرا. اهلا بيك يعني. بارك الله. ايوه، فوزيه من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنت، اتفضلي. انا بس يا دكتور عايزه اعرف حكم ان اهل الزوج عايزين يقطعوني باي وسيله. اهل الزوج عايزين ايه؟ يقطعوني. يقطعوكي يعني. حاولت كذا مره للصلح بس هما مش عايزين خالص. لا، هما قطعوكي خلاص يعني، مش لسه النيه عندهم، هما قطعوكي. تمام. هما قطعوكي. طيب، هل من سبب محدد للقطيعة، ولا هم يعني اخوهم او زوجك بيشجعهم على هذا؟ لا لا لا، هو حاول كذا مرة برضك للصرحة بس هم مش عايزين. طيب حاضر، ماذا تصنعي معهم؟ طيب حاضر. وصل السؤال. ابو جراح، السلام عليكم. هلا والله. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. طيب. مرحبا ابو جراح. مرحبا. مرحبا. الله يرضى عنك، يبارك فيك. الله يدعينا ودعي الوالدين. الله يكرمك ابو جراح ويبارك في كل من تحب. الله يرحم ابوكم ووالدينا ووالديك. امين. تفضل ابو جراح. السؤال الاول عن يتكلمون وراء المحصنات والمحصنين من الطيبين مثلي ومثلك، في ناس يحاولون يتكلمون او ياخذون يتكلمون عن الناس شيء مو طيب، شو نصيحتك لهن؟ طيب. من رجال ونساء. طيب. السؤال الثاني، كبر المرأة، كبرياء المرأة وكبرياء الرجل ما يتنازلون حق بعض. الكبرياء مع بعضهم يتكبروا على بعض يعني. ايوه، وفي طيب. مشاكل، والضحية الأولاد. والله. عندهم مستويات وظيفية. نعم. وشهادات علمية كبيرة. ماشي أبو جراح. حاضر حاضر. الله يحفظك. بارك الله فيك أبو جراح، أكرمك الله. الله يتقبل منا ومنك. بارك فيك يا رب. الله يرضى عنك. أم عنود من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. كيفك دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي، تفضل. الحمد لله. دكتور لو سمحت. نعم. أنا أبي أسألك سؤال. نعم. أنا زوجي دوامه في أبو ظبي، وهو عنده بيتين، بس زوجي ما شاء الله، الله يعينه ويجزي الله كل خير، ما شاء الله زوجي مو مقصر نهائيا. نعم. نهائيا. أنا يعني أنا معاشرته وبعرف هذا الشيء وقدام عيني، زوجي طيب جدا، يراعي ربه، يخاف الله، يراعي الله في والديه وفي إخواته. ما شاء الله. بس يا حضرة الدكتور. أي. هل يجوز شرعا إن زوجي مثلا، إن أنت تعرف شارجة وأبو ظبي هاي مسافات بعيدة، وزوجي غير قادر صحيا ولو عنده عيال مثلا مني أنا. نعم. إن يعني زوجي بحكم، هل يعني مثلا هل يجوز شرعا ان جوزي يعاقبونا اهله، انا بتكلم عن اهله، ان ما يسهلوا له، هم ايديهم انهم ييسروا له امره ويسهلوا له مثلا تقريب المسافات بتعلت الحقد، انه مثلا هو راح للحلال وما راح للحرام. طيب.
طيب انت فهمتني يا حضرة الدكتور؟ اكيد فهمتني. طيب يعني هم يقدرون ان يزعلون على اخوهم طيب. انه مثلا ياخذ عيلته مرته اللي هو انا وبناته ويقربون عنها المسافات بس هم مرفضين الشيء هذا بتعلقوه مع انهم يعرفون ان هذا الشيء يرجع بالضرر لإله هو انه في ذلك اهمال لحرمة واهمال للبنات. نعم وضحت الصورة يا ام عنود ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب اللي بعده زكريا. السلام عليكم. عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا دكتور. نحن نسمع حضرتك من زمان ووعد الحق وجزاك الله خير إن شاء الله في ميزان حسناتك. لا تقبل منه ومن تفضلي. ويا دكتور أسألك سؤال معليش. نعم. ما حكم يا دكتور ذهاب الأهل الجوز؟ ما حكم؟ يحبون الاختلاط. يحبون الاختلاط ونحن ولا نريد الاختلاط يعني ما نحبش نختلط يعني. يعني بيحبوا الاختلاط هم اهله يحبون الاختلاط نعم ايوه وانا ما معلش طيب وهو يعني وهو يحب وهو يحب الاختلاط لا جوزي لا يقول لي على راحتك شوفي لكن لا نحس ان يزعلوا اهلي طيب حاضر طيب حاضر نتكلم عن الاختلاط حاضر بارك الله فيك طيب زين يا شيخ بارك ربنا يا بنتي يثبتك ويبارك فيكم السؤال الاول نبتدي نجاوب ان شاء الله بنتنا فاتن موظفه في بلد ما هذه الوظيفة في بياخذوا يعني يعطوا الموظف بدل عدوى تنطبق من وجهة نظرها الشروط عليها ولكن يتعنتوا وأنهم يعطوا الآخرين ولا يعطونها هي سؤالها تحديد هل هذه هذا المبلغ الذي لا تأخذه يعني هذا يعني لم يكتب لها عند الله عز وجل فتصبر وتحتسب أم أن يعني تدافع عن حقها إن كان لها من حق هي مخيرة بين أمرين يقين الإنسان أن رزقه في السماء ليس في خزانة البنك المركزي وليس في بدل العدوى وليس في إدارة المؤسسة التي أعمل فيها وإنما وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا الكلام ليس لفاتن وحده وإنما لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ولي أولا فالرزق هذا عند الله وانا مكتوب لي وانا في بطن امي لا يمنعه عني كراهة كاره ولا حريص واعلم ان رزق الله لا تمنعه عنك كراهة كاره ولا يسوقه اليك حرص حريص في العقيدة وفي اليقين عند المسلم لازم يكون فبالتالي سبحان الله انا ارى يا فاتن يا بنتي يعني لا داعي لان تعيشي نفسك في اطار الحزن والكآبة ان انا ازاي لماذا يميزون عني زميلاتي وانا لا اخذهن او هم ياخذوا وانا لا اخذ ولماذا لان المدير كذا وكذا لا انا اريد ان تقر عينك وقلبك ونفسك ان هذا الرزق لم مقطوع من المنبع اساسا واذا اراد الله ان ياتي والله لا تقف لان رزق الله سوف لن ياخذه الا صاحب الرزق نعم ابننا هاني من دبي ربنا يستر له وكان بار يعني يعطي اهله ووالده ويسب يعني يقدم اعطاء الوالد والوالده والاهل على اهل بيته يعني زوجته واولاده ولكن لما حصلت له ورطه هو شعر انهم تخلوا عنه وبهذا يكون في ظلم بين وقع عليه من وجهة نظره ويرى ان له حقوقا عندهم ربما ميز الاب الاخوة عنه يعني في شيء انا اقول ما عليك الا ان تصبر وتحتسب ولا داعي ابدا ان تقطع اباك وامك مهما يكونوا حتى لو كان الاب والام من المشركين فوجب يعني قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا تقطع أواصر المحبة بينك وبين والديك لأي سبب لأن وإن كانوا من الظلمة يعني لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك حقك يوم القيامة وأكثر من الاستغفار إن شاء الله فوزية من النصر تسأل يقول أن أهل الزوج يقاطعوها ماذا تصنع معهم خلاص والله يعني سبحان الله أنت حاولت في المناسبات ادعيهم بالخير لا تذكريهم بالشر لا تغتبيهم لا تضيعي ثوابك في يعني على ان تقولي دائما عنهم انهم كذا وكذا وكذا وربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي لك زوجك باذن الله والذي يريد ان يقاطعني ان احاول ان اصله الوقت ضيق جدا والمخرج يلاحقني بالثواني وليس بالدقائق ابو جراح يقول نصيحة للمغتابين والمغتابين
يعني هذه النصيحة يعني لنا جميعا زي ما قلت في الحلقة، أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك. الكبرياء له حوار آخر إن شاء الله، بقية الأسئلة نجيبها في مرة قادمة إن شاء الله. نقترب من كتاب الله، نقترب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطبق الكتاب والسنة، لا داعي للفلسفة واللف والدوران، لا نكثر من الأسئلة كما يقصعنا الصحابة. لا تنسوا من صالح دعائكم، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.